بسم الله الرحمن الرحيم. سكشن 14.3 بارشل دريفاتيفز او الاشتقاق الجزئي. من اهم المواضيع طبعا اللي بتلزمنا لاحقا اللي هو هذا السكشن وما يليه. خليكم معي قبل ما نبدا في البارشل دريفاتيفز. لو كانت عندي لو كانت اف اوف اكس اللي هي واي مثلا بتساوي 3 x تربيع ناقص k x زائد b، حيث ال k وال b ثوابت، تمام؟ وقال لي بدي f برايم x، ايش هتساوي؟ 6 x ناقص k، مظبوط؟ زائد b. حلو الكلام؟ واضح ايش بقول؟ طيب لو كانت عندي g of y اختران في y عبارة عن نص y أس 4 زائد a y تكعيب زائد a b c مثلا، وقال لي بدي g prime of y. طبعا هنا يقصد فيها عبارة عن إيش؟ دي جي على دي واي، اشتقاق من نص إلى واي، وهذا معناها دي اف على دي اكس، أو دي على دي اكس للاف اكس، تمام؟ هذا اشتق من نص إلى واي، إيش هشتقها؟ 4 في النص تطلع لي 2 واي تكعيب زائد 3 اي واي تربيع، صح؟ في مشاكل؟ لما بشتق بكونش مركز كثير لأنه الكلام بسيط، صح؟ نفس الكلام اليوم بدنا نشتاق البارشل، هو اشتقاق جزئي. يعني لما يكون عندي اقتران معرف بالواي والاكس زي ما بنقول احنا اف اوف اكس واي بتساوي مثلا اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع واي تكعيب زائد 5 واي زائد 7 مثلا، هذا اقتران معرف ايش؟ بدلاله اكس وواي. الان لما بدي اشتاق هذا الاقتران لازم احدد هل اشتاق بالنسبه لاكس ولا بالنسبه لواي. انتم متعودين اول ما اشتاق بالنسبه لاكس، لكن بقول لي استنى، الان الواي والاكس نفس الدور الهن، اثنين متغير مستقل، ما حدش احسن من الثاني. ما ينفعش انت عشانك بتعود على اكس تقول لي مجرد ما اشتاق بالنسبه لاكس، لا لازم تحدد بالنسبه لمين انا بدي اشتاق. فانا الان لما اجي بدي اشتاق هذا الاقتران بالنسبه لاكس بدي اعامل واي كثابت، لما بدي اشتاقه بالنسبه لواي بدي اعمل اكس كثابت. كيف بدي اعملها؟ تماما زي هذا. الان هذه تصوري كانها واي وهذه واي، حلو الكلام؟ اشتقيها ايش بدها تطلع؟ 6 اكس ناقص الواي ثابت بده ينزل، والاكس مشتقتها واحد، تمام؟ الواي مشتقتها واحد، فهتجيني هنا واي، الواي هذه مشتقتها ايش؟ صفر، لان بشتق بالنسبه لايش؟ لاكس. اذا واي تعتبر ثابت، تعامل كثابت. نفس الكلام هان الاي والسي اعتبريهم اكسات. يعني مثلا لو كانت عندي اكس تربيع وهذه اكس، الان بشتق بالنسبه لواي الاكس تعامل ثابت. يبقى انا لما اجي اشتق بنسى الاكس ولا كاني شايفها، زي الاثنين زي الخمس زي الربع زي النص زي السي، واضح؟ هيك تعامل، واضح؟ هذا الفكر الرئيسي تبعي. فانا الان بدي اشتق هذا بالنسبه لواي 2 واي تكعيب زائد اكس تربيع لتنزل، صح؟ والواي تكعيب مشتقتها 3 واي تربيع، يعني 3 واي تربيع وهذه الثابت تنزل، هذه مشتقتها صفر. حلو الكلام؟ هذا الاساس. اذا فهمنا كل درسنا اليوم لعب ومسخره اي كلام، يعني تافه جدا اذا فهمنا الكلمتين هذول. بضل علي كيف اعبر عن الاشتقاق، كيف نعبر عن الاشتقاق. الان الاول بيقول لي اذا كانت f of x و y هي اقتران قابل للاشتقاق، قابل للاشتقاق بالنسبه لx وبالنسبه لy، فان عند الاشتقاق بالنسبه لx بنعبر باحد الصور. على فرض هذه z بتساوي z هي اقتران في x و y، بعبر عنها كالتالي: بارشيال اف على بارشيال اكس، هتقرا بارشيال من بارت
جزء بارشيال جزئي ماشي. وهذه تنكتب ايش دي، لانه هنكتب احيانا دي وهنكتب البي هذه الباي بارشيال زي السيجما مقلوبه اه دي اف غير عن بارشيال اف، يعني دي بس ايش رخوه زي هيك في ناس بيعملوها. اوكي يعني انا بتذكر هذا في حرف بالعبري بي برضه بي بيقولوا له هذا بي بالعبري بيكتبوا مثلا هابايس مثلا هذا بيقروها ايش اب او بي بيقروها. فقلت ربما يكونوا مخدينها لانه في الرياضيات في عندنا بعض الحروف موجوده من اللغه العبريه بيكون العالم اللي حطها يهودي او اسرائيلي او عبد زي بسموها الف نود مثلا هذه الف لها في الـ في الـ في الجبر الف نود. اوكي فهذه هذه بي وليست بي بارشال اف على بارشال اكس هاي احد الصور. او بقول هي نفسها اف صب اكس اشتاق اف بالنسبه لاكس والاف هي الزد ممكن اقول زد اوف اكس. او بدل هذه او بدل هذه بقدر اقول بارشال على بارشال اكس للاف. هي كيف انا برمز للمشتقه او المشتقه الاولى كلام بسيط جدا تمام. نفس الكلام لو بدي اشتقها بالنسبه لواي ايش بدي قبلها بارشال اف على بارشال واي او اف صب واي او زد صب واي او بارشال على بارشال واي للاف. حلو الكلام كلام بسيط جدا. اهم حاجه التطبيق بدل ما تقعدي هيك لو جيت غاد هان او هان انت وياها بكون احسن بكون افضل لكم. يعني مش دائما لازم اقعد في المقعد الاولاني. هذا زمان في المدارس بقينا زمان الشاطر يقعد في الاول صح الشاطرين بيقعدوا قدام المشاغبين بيقعدوا ورا المشاغبين بس ماشي نقول كلمه ثانيه. اوكي ها في هذا قاعد عندك هنا اوكي اوكي خلص بلاش نشوش احنا على المقطع خلينا هنا. فالان بعد التعبيرات هذه ممكن ناخذ مثال على هذا الكلام. اكزامبل واحد يعني سيكشن 14-3 بدون تلخيص يعني كله تقريبا مطلوب منه. اكزامبل واحد بيقول لي اذا كانت عندي اف اوف اكس واي بتساوي اكس تربيع زائد 3 اكس واي زائد واي ناقص واحد فايند ايش بده بارشال اف على بارشال اكس بارشال اف على بارشال واي كله ات 4 وسالب 5. مكتوب عندكم مثال بدهاش عبقرية بدها شوية تركيز بس. انا الان بدي اشتق بالنسبة لاكس يبقى كل واي بدي اعتبر كانها خشبة ثابت لوح ملهاش اي ستير لازم على قولت كيف هذا الكلام مهم جدا. هذا الكلام مهم ما احنا بدنا ناخذها بالتفصيل وهم في البرمجه يكونوا جاهزين ان شاء الله. فاحنا بنقول اول حاجه المطلوب الاول بدي بارشال اف بلاش على بارشال اكس اشتاق بالنسبه لاكس 2 اكس زائد 3 واي ثابت صح والاكس مشتقتها واحد يبقى 3 واي وهذه صفر وهذه صفر هاي خلصنا بارشال اف بارشال اكس تمام تمام. جيتوا لاخر ناس كمان مره اكيد طبعا اكيد. فبيجي متاخر المفروض انه ما بيسالش بس انا عشان بدايه وكل الكلام اللي جاي بعدك مركب عليه. الان هذا الاقتران اقتران في اكس وواي قلنا الاكس والواي متغيرين مستقلين ما حدش له ميزه عن الثاني اني لما يقول لي اوجد المشتقه اشتق بالنسبه للاكس مباشره لا حق الواي زيها زي الاكس اني اشتق بالنسبه لها. وبالتالي لما اجي اشتق بالنسبه لاكس اتعامل مع الواي كثابت زي ما تقول لي مكتوب A أو K أو 5 أو 4 أي خشبة محطوطة تمام. لما أشتق بس الإكس هو اللي بشتق والواي ثابت فالإكس تربيع مشتقتها 2X الثلاثة والواي ثوابت بنزلن والإكس مشتقتها 1 بثلاثة واي تنزل 3 واي الواي ثابت مشتقتها 0 والواحد ثابت مشتقته 0 بيطلع. الآن نفس الكلام لما أجي أشتق بالنسبة لمين لواي
الاكس ده اعتبرها ثابت زيها زي الكي زي الاي زي السي، فهذه مشتقتها صفر. الثلاثة اكس ثابت ثابت، الواي مشتقتها يبقى ثلاثة اكس زائد الواي مشتقتها واحد والواحد مشتقته صفر. تمام، كلام بسيط وهيتكرر معنا كثير. الان هذا المطلوب الاول، منها بدي اجيب المشتقة الاولى عند اكس عند النقطة اربعة سالب خمسة، بروح انا كل اكس بعوض عنها باربعة والواي سالب خمسة، بصير اثنين في اربعة ثمانية ناقص 15 بيطلع لنا سالب سالب. هان بدي بارشيال اف على بارشيال واي عند اربعة وسالب خمسة، الاكس بعوض عنها باربعة فيش واي، 12 زائد واحد ويساوي 3. كلام بسيط، حلو الكلام. طيب هذا المثال الاول. مثال ثاني مكتوب عندنا وجاهز الكلام، ها هاي اهميه التلخيص، بنعيد ونزيد عشان ما اقعدش استنى في حضراتكم وتنسخوا وراي. طيب مثال اثنين، اكزامبل اثنين بيقول لي اذا كانت f of x و y تساوي، القلم ازرق بقى وحطت فيه عبوه سمراء، اللون بدا يدخل الاسمر هنا او الاسود، y sin x y بده بارشل f على بارشل y. تمام، بدي اشتق بالنسبه لايش؟ لواي. انا بدي اشتقه مرتين، مره لواي ومره لاكس للتدريب بس، اما هو مطلوب عندي هنا بايش؟ اشتق بالنسبه لواي في المثال. تمام، سوليوشن. الان بدي اجيب بارشيال اف على بارشيال واي زي ما بده السؤال. الان الواي اقتران في واي وهذا اقتران في واي، صح؟ فيبقى هذا حاصل ضرب اقترانين، لكن لو اشتقت بالنسبه لاكس هتكون ثابت، يبقى اقتران واحد. تمام، يبقى الان بدي اشتقه بالنسبه لواي. بس قبل ما بدي اشتق، لو قلت لك اف اوف اكس بتساوي ساين 3 اكس، ايش المشتقه تبعتنا اللي احنا متعودين عليها؟ كوزاين 3 اكس في 3، مظبوط ولا لا؟ الان الثلاثه هي محل الاكس. تمام، الاكس ثابت الان، انا بشتق بالنسبه لمين؟ واي. اذا الاكس اي اكس ثابت، لما اشتق بالنسبه لاكس اي واي ثابت. حلو الكلام، بدها الصعوبه يعني مش تركيز كثير. فانا الان بدي اشتق بالنسبه لواي، فبدي اقول هذه فيها واي وهذه فيها واي، بحاصل ضرب قرنين، فبدي اقول الاول في مشتقة الثاني، ايش مشتقة هذه؟ كوزاين اكس واي في اكس، خلص هاي الاول في مشتقة الثاني، زائد الثاني مشتقة الاول، يبقى واحد في ساين اكس واي او ساين اكس واي على طول، هاي المشتقة خلص مشتقتها واحد، مش الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، ايش مشتقتها؟ بالنسبة لواي، الواي بالنسبة لواي، سرحنا ها؟ وصلت؟ الحين ناخذ فكرة لذيذ جدا عن الاشتقاق الضمني، بعطيك سؤال هالقد وبدك نص صفحة بنحله في سطرين، اشتقاق ضمني في العلم الجديد إن شاء الله. تمام، هيك هي خلص، هاي الاشتقاق بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لواي. طب لو بدنا نشتقه بالنسبة لإكس، تمام؟ لو انا بدي اشتقه بالنسبه ل x هذه ثابت، هذه كانها تماما 5 ساين 3 اكس، الخمسه هتنزل مظبوط ولا لا؟ هتنزل 5، فانا الان بدي اشتقه بالنسبه x، الواي بتنزل، ايش مشتقه هذا؟ مشتقه اللي برا واللي جوا زي ما هو كوزاين اكس واي، ومشتقه اللي جوا واي، انا بشتق بالنسبه ل x الواي ثابت يبقى في واي، مظبوط؟ هتصير عندي واي تربيع كوزاين اكس واي. تمام؟ اوكي. طبعا مثلا لما بدي اجيب في الامتحان بكون معطيك انا اشتق بالنسبه لواي، في الامتحان بجيب اشتق بالنسبه لاكس مثلا. فيعني الفكره بدها تكون موجوده. اهم حاجه اني اركز نتفه صغير مش كثير يعني، ما بدهاش عبقريه القصه عشان اجيب الاشتقاق الجزئي. اكزامبل ثلاثه. اكزامبل ثلاثه. بقول لي find f sub x and f sub y.
لأن أجل جديد هذه تعني بارشيال اف ابارشيال اكس، بارشيال اف ابارشيال واي، اشتاق بالنسبة لإكس أو اشتاق بالنسبة لواي. إذا كانت عندي اف اوف اكس واي بتساوي 2 واي على واي زائد كوزاين اكس، أول حاجة بدي اف صب اكس، اشتاق هذا بالنسبة لإكس تمام، هاي على مربع المقام مش خارج قسمة اقترانين، على مربع المقام، المقام في مشتق البسط، البسط مشتق في صفر صح؟ أنا بشتق بالنسبة لمين؟ يبقى البسط هذا كأنه 5/3 زائد كوزاين إكس تماما زي هيك، مربع المقام هاي المقام، المقام في مشتق البسط صفر، هيك بدنا نتصور، بديش أضلني أضرب مثال بالأعداد ماشي، يبقى صفر ناقص البسط في مشتق المقام 1 لأنه كوزاين إكس صفر، آسف 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 أنا اشتقت بالنسبة لواي، ما خلص 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 أنا ما بكون كويس، مبسوط إنه تكونوا مركزين معي أكثر، ناقص البسط في مشتق المقام بالنسبة لإكس هذه صفر زائد صح هيك، يبقى سالب في سالب بيطلع عندي 2 واي ساين اكس على واي زائد كوزاين اكس الكل تربيع تمام. الان بدي اجيب المطلوب الثاني، اف صب واي هتساوي على مربع المقام، المقام في مشتقة البسط اللي هي في 2 صح، ناقص البسط في مشتقة المقام اللي هي واي لان الكوزاين مشتقتها صفر لأنها ثابت، وتساوي 2 واي زائد 2 كوزاين اكس ناقص 2 واي على واي زائد كوزاين اكس الكل تربيع، هذه مع هذا بصفى عنا 2 كوزاين اكس على واي زائد كوزاين اكس الكل تربيع، كلام بسيط ولا لا؟ يفترض انه هيك، يفترض يعني انا بحاول اعطيك سؤال الحين وتحلوا لحالكم. نعطيكم سؤال تحلوه هيك على السريع عشان براكتس بس شوي. اوكي اوكي لا يعني صفحه 155 السؤال الاول اف اكس واي، اف اكس واي بتساوي 2 اكس تربيع ناقص 3 واي زائد 4 او ناقص 4، ايش عايز؟ عايز فيرست اوردر فيرست ديريفاتيفز بارشال اف بارشال اكس، المطلوب التنتين هذول على السريع هيك بس. هذا عشان فيش فيه فكرة كثيرة، السؤال الأول وهي السؤال الخامس على السريع بس، اف اكس واي بيساوي الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، هذول السؤالين على السريع لأنه الأول ما فيش فيه كلام صح؟ الأول تافه، نشوف الثاني يمكن يكون فيه فكرة. هذا واحد، الاولاني على السريع منها منها اف صب اكس بتساوي اشتاق بالنسبه لاكس 4 اكس، اف صب واي سالب 3 مظبوط، خلصنا هان اف صب اكس، بدنا نكتب بارشل على بارشل اكس بتساوي جذر 2 اكس على 2 مشتقه ما بداخل الجذر على 2 الجذر، مشتقة ما بداخل الجذر 2 اكس على 2 الجذر تساوي اكس على جذر اكس تربيع زائد واي بالنسبه لواي على واي
بارشل اف بارشل واي حتطلع برضو واي على جذر اكس تربيع زائد واي تربيع. مظبوط؟ اوكي. هيك على السريع. اوكي اوكي. اكزامبل 2 اكزامبل 3 كله اخذناه. نشوف اكزامبل 4 على السريع. أربعة خمسة ستة سبعة. إكزامبل أربعة بقول لي find partial z على partial x بده بارشل زد على بارشل اكس. هيك طالب. وانا اضافه من عندي بارشل زد على بارشل واي بالماضي كمان. كويس. خمسه بنات. هو طالب بارشل زد على بارشل اكس وبدنا نحط من عندنا كمان بارشل زد على بارشل واي. لان انا وانا بحل في المثال حليته على زد على واي، بعدين تفاجأت انه المثال طالب ايش على اكس فحطيت التنتين. خليه انا عندي العلاقه واي زد ناقص لين زد تساوي اكس زائد واي. بقول لك هذه العلاقه تعرف ضمنيا الزد كاقتران في الاكس والواي. يعني كانه اذا كانت زد هي اف اوف اكس وواي والعلاقه بينهما معطاه بهذه الصوره، اوجد بارشل زد على بارشل اكس. فاحنا المفروض نقول عندي واي زد ناقص لين زد بتساوي اكس زائد واي. الان بدي اشتق بالنسبه لمين؟ لاكس. يبقى انا الان في الاول اشتقاق بالنسبه لاكس، بقول ايش تساوي؟ نقطتين فوق بعض، يعني هيك انا بدي اشتق. الاشتقاق بالنسبه لاكس، ما ينفعش اقول يساوي، صح؟ زي الاشتقاق الضمني، كنا نشتاق الطرفين وبعدين ناخذ الدي واي على دي اكس عامل مشترك، وبعدين نقسم ونطرح، صح؟ ما ينفعش اقول تساوي، خطا. وبالتالي الان بدي اشتق بالنسبه لاكس. الان بالنسبه لاكس هذه ثابت، لكن هذا متغير. يبقى الثابت بنزل في مشتقه الزد بالنسبه لاكس، زد صب اكس، او بقول بارشل زد على بارشل اكس، بينفع التنتين. هذه خلصنا. ناقص واحد على الاقتران في مشتقه الاقتران، صحيح؟ خلصنا. تساوي اشتق بالنسبه لاكس زائد صفر يعني واحد. الان بدي اخذ زد صب اكس على المشترك، ضل عندي واي ناقص واحد على زد، صح؟ تساوي واحد. يبقى زد صب اكس تساوي واحد على واي ناقص واحد. لو سبناه هيك، صح؟ لو ضربنا كله في زد هان وهان وهان بصير عندي زد على زد واي او واي زد ناقص واحد. بنفع هيك وبنفع. كلام بسيط ولا لا؟ اي حاجه فيها صعوبه بنقول لكم اياها ان شاء الله. شوف مسحنا الان. نعم لا لا سيبيها زي ما هي. طب هل انا زد عندي صريحه اعوض عنها؟ بقدرش. سيبيها زي ما هيك ضمنيا افضل. الان رقم اثنين بدي اشتاق بالنسبه لايش؟ لواي. الان اشتاق بالنسبه لواي حاصل ضرب اقترانين. تلعب في حاجه زي اللي صدتك. ما فيش. تفاجات لان ما طلعت عليها. بدي اشتاق بالنسبه لواي، يبقى هذا حاصل ضرب اقترانين، هذا اقتران في اكس وواي وهي الواي. يبقى الاول بدي اقول الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الواي واحد ناقص واحد على زد في زد واي، صح؟ واحد اقتران مشتقه الاقتران تساوي واحد. خذ زد واي على المشترك بضل عندي واي ناقص واحد على زد بتساوي واحد ناقص زد. نعم. وين؟ في خلل شيء عادي بتراجع، فيش مشكلة. تمام؟ بس هذا كبير. هيدا صح؟ وهذا كمان هيدو؟ لا بعيد.
طيب الان اشتاق بالنسبه لواي، هذا حاصل ضرب اقترانين، الاول في مشتقه الثاني بالنسبه لواي، يبقى الاول هو واي في مشتقه الثاني بالنسبه لواي، هاي الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني اللي هي زد في مشتقه هذا بالنسبه لواي واحد، يبقى زد في واحد بزد. خلصنا، نيجي ناقص اللين واحد على الاقتران في مشتقه الاقتران، انا بشتق بالنسبه لمين؟ لواي. خلص تساوي هذه صفر وهذا يبقى صفر زائد واحد او بقول واحد على طول. الان بدي اخذ زد صب واي على المشترك، صار عندي واي ناقص بتساوي هذا وديها غاد واحد ناقص زد، يبقى زد واي تساوي واحد ناقص زد على واي ناقص واحد على زد. لو سبناه هيك صح او ضربنا كله في زد يصير زد ناقص زد تربيع على زد واي او واي زد ناقص واحد. انتين شكل لطيف يعني، هذه مقبوله وهذه مقبوله، هذا بالنسبه لواي. طيب تمام، في مشاكل؟ اوكي. صور قال ماشي. الان نروح لمثال ستة، مثال خمسة بدناش، مثال خمسة ماشي، لان احنا ما اخذناش التمهيد تبعه السيرفيس والحاجات هذه ما اخذناهاش عشان الوقت. اوكي الان مثال ستة بيقول لي لو كانت الاف هي اقتران مش في اكس وواي بس، في اكس وواي وزد، مالتي فاريبل فانكشنز او فانكشنز اوف مور ذان تو فاريبلز، فانكشنز اوف مور ذان تو فاريبلز، لما يكون فيها اكثر من متغيرين نفس ال، فيش فيها شيء جديد بالمره. يعني لو كانت عندي دبليو بتساوي اف اوف اكس واي وزد، الان بدي اشتق بجيب اف صب اكس واف صب واي واف صب زد، لما اشتق بالنسبه لزد بعامل الاكس والواي توابل، كلام بسيط صح. ناخذ مثال على السريع اللي هو مثال 6 بيقول لي لو كانت اف اوف اكس واي، اف اوف اكس واي وزد بتساوي اكس واي، وين راحت؟ او اكس اكس ساين اكس واي زائد 3 زائد. ايش طالب؟ الثلاثة مظبوط. الان بدي اقول له اف صب اكس تساوي، لانها جاهزه الان تساوي، الان اشتق بالنسبه لايش؟ هذا كاني كاتب اكس في ساين الباي على 2 مثلا، فهذا ثابت بينزل. ايش مشتقة الاكس؟ بالضبط. ايش مشتقة الاكس؟ يبقى يطلع لي ساين واي زائد 3 زد كثابت بنزل، هو مشتقة الاكس بواحد. الكل لورا نشغل لورا. نعم مين؟ خلاص الاكس مشتقتها واحد والباقي ثابت بنزل صح؟ خلاص الاكس مشتقتها واحد، مش حصل ضرب اقترانين، لانه هذا لو انا طلعت فيه شيء ولا اكس يبقى هو ثابت صح؟ فمشتقة الاكس واحد في الثابت، الثابت بنزل. خلصنا. الان لو بدي اشتقها بالنسبه للواي، الاكس ثابت والزد ثابت، يعني كانها 3 ساين اكس زائد 5 مثلا، نقول لي اشتق الثلاثه بتنزل، الساين تصير كوزاين اكس زائد 5، فمشتقة من جوا واحد خلص بتضلها زي ما هي تماما زي ما بتتعامل معها. فالان انا اشتق بالنسبه لواي، الاكس بتنزل كوزاين واي زائد 3 زد في واحد، كل واحد ما فيش داعي له عشان ما عملش خطوه جديده. خلص الان اشتق بالنسبه لمين؟ لزد، ثابت بنزل، الثابت بنزل كوزاين واي زائد 3 زد، مشتقة اللي جوا في 3، يعني تصير عندنا 3 اكس، 3 اكس كوزاين واي زائد 3 زد. تمام، كلام بسيط وحلاوه الشيء هو جديد، بكون لسه يعني اسئله كلها مباشره وبسيطه. اه ممكن لو بده يعقد الواحد ممكن، وربنا يبعدنا عن التعقيد ان شاء الله. طيب نروح لصفحه 154 اللي هي
second order اللي هي المشتقة الثانية. المشتقة الثانية second order partial derivative. نركز طبعاً طبعاً كله كلام بسيط بس إحنا مصطلحات جديدة ورموز جديدة بدنا نعرف ماذا يقصد فيها. لو كانت عندي f خلينا نقول زد بتساوي f of x وy، هذا الاقتران قابل للاشتقاق أكثر من مرة بالنسبة لx وبالنسبة لy. الآن بدي تكون الf sub x موجودة والf sub y موجودة عشان أجري عملية المشتقة الثانية، لأن المشتقة الأولى بالنسبة لf هي f sub x أو f sub y، هاي المشتقات الموجودة عندي. تمام؟ الآن بدي اشتق المشتقة الثانية لازم يكون هدول موجودتين. فالآن المشتقة الثانية بالنسبة لx بعبر عنها كالتالي، المشتقة الثانية لf بالنسبة للx تماما زي ما كنا نقول دي تربيع y على دي x تربيع تماما. هذه تعني بارشل عبارشل x لبارشل f عبارشل x، يعني بدي اشتق هذه مش هذه هاد بدي اشتقها كمان مرة بالنسبة لx هيك معنى. تمام؟ ويعبر عنها كالتالي f x x هي في الأصل f sub x وبدنا اشتقها بالنسبة لx، الاشتقاق الثاني بيجي وراء على اليمين لأنه في الأصل هي f sub x الأولى واشتقتها كمان مرة لx فبتيجي الx على اليمين. تمام؟ هاي أول واحد. الثاني لو بدي اجيب بالنسبة لy f هان على f y تربيع نفس الكلام بارشل عبارشل y لبارشل f على بارشل y اللي هي عبارة عن f sub y y. تمام؟ طبعا الحين اللي اجت الحين ولا هتفهم حاجة بالمرة. لا مش عارف والله ما هو عارف لانه علم جديد الحين بالنسبة للمتافه جدا تقعد تحلل الحين. ما عليه. هذا بالنسبة لايش؟ المشتقة الثانية بالنسبة لايش؟ طب افرض موجود عندي هاد وبدي اشتقها بالنسبة لواي. هذا اسمه مشتقة ثانية برضه. صح؟ فأنا الآن بدي مشتقة بالنسبة لواي لبارشيال اف على بارشيال اكس. هذه يعبر عنها المشتقة الثانية لاف على بارشيال واي بارشيال اكس. تمام؟ هذه تعني هيك. هذه لما تكون بارشيال واي الثانية هي اللي داخل عندي. صح؟ ايوه بدي اجيب هذه زي هيك. وبالصب في الاصل كانت اف صب اكس ودخلت عليها الواي. شوفي هنا ايش واي اكس هنا اكس واي مالهاش دخل. انا الي بالصب لما اقول تحت اف صب اكس يعني هي مشتقه اصلا في الاصل هي جاهزه عندي بالنسبه لاكس وبدي اشتقها بالنسبه لواي. الاشتقاق الجديد بنحط على اليمين زي ما قلنا هان. في الاصل انا مشتقه بالنسبه لاكس فهي اف صب اكس واشتقيتها بالنسبه لاكس فبحطها ورا. تصور حطيت هنا واي حطها هنا واي تماما نفس الكلام. كمان لو بدي بارشل عبارشل اكس لبارشل اف على بارشل واي هذه في الاصل اف صب واي وبدي اشتقها بالنسبه لاكس بحط هنا الاكس. هذه تعني بعبر عنها مشتقة تانية لاف على المشتقة بالنسبه لاكس لبارشل واي اللي هي بنعبر عنها اف صب واي بعدين اكس. تمام؟ بالنسبة إلها المشتقة الاشتقاق الأول صحيح. كل واحد تحفظها بطريقتها اللي بدها إياها. كل واحد بأخذ حاله عقد عقله بمشي مع حاله شوي شوي وما صعبهاش بستوعب الموضوع. الكلام هي بسيط. لما يقول لي بارشل 2F على بارشل Y بارشل X بدي أعرف إنه هذه اللي طارئة اللي جاي خشت عليه من الشمال يبقى هذه الجديدة. يبقى في الأصل كانت إيش؟ بارشل اكس عبارشل اكس واجت البارشل واي اذا الاشتقاق بالنسبه لواي. طيب قبل ما اروح اخذ مثال هذا الكلام عشان في بعض التساؤلات في اذهانكم بحب اطمنكم بشرى ساره انه اف اكس واي هي نفسها اف واي اكس. الثنتين متساويه الثنتين متساويه. هذه نظريه جاي معي قبل ما نعملها يعني بدي احرق المفاجاه على البدري عشان ما تتخربطوش. قول طب انا لو خربطت بس التعبير هان بده يكون متناسب. خذ بالك هذه المشكله
يعني انت ايش ما تخبط هيطلع الجواب صح، بس التعبير انا بدي حاسب عليه، انا بدي حاسب عليه في الاخر نتيجه واحده، لكن التعبير الدقيق لازم يكون دقيق. تمام؟ يعني هاد اف صب اكس واي في الاصل ايش كانت؟ اف صب اكس وبعدين اجاها الواي، مزبوط. يبقى هذه في الاصل كانت اف بارشال اف على بارشال اكس، وبعدين هذا اجا اشتقاق بالنسبه لواي. يعني هذه عباره عن، هذه عباره عن بارشال 2 اف على بارشال واي بارشال اكس، هذا اللي احنا كاتبينه. اخذ بالي من الترتيب. طيب هاي المشتقات الثانيه مكتوبات عندكم وملخصات، وكل اللي انا كتبته هان مكتوب عندنا في الملخص. نعم اللي عندك. هالحين بنشوف، هالحين بنشوف كويس. انا يعني هي نظريه، اولا هي نظريه موجوده عندك، لكن احنا الان بدنا نشوفها من خلال مثال، مثال 7، وبعدين بنروح على مثال 8 ان شاء الله. انا يعني حركت طيب اكزامبل 7 نركز بس خلص بلاش الكلام الله يرضى عليكم. اف اكس واي بتساوي اكس كوزاين واي زائد واي في اي اس اكس. طالب التالي، طالب بارشل 2 اف على بارشل اكس تربيع بارشل 2 اف على بارشل واي بارشل واي بارشل اكس، ماشي نمشي بالترتيب زي ما بده. بارشل 2 اف على بارشل واي تربيع بارشل 2 اف على بارشل اكس بارشل واي. هذه بدي اشتق مين في الاول؟ بالنسبه لواي، وبتدخل عليها الاكس. ولو بدي اعبر عنها بالصب في الاصل ايش كانت؟ كانت واي وبعدين اكس، صح؟ كيف احنا نتفق على هذا الكلام في البدري عشان لما اجي اعبر عنها اعبر عنها صح. طيب الان السوليوشن، قبل ما ابدا اجيب المطالب الاربعه لازم يكون عندي اف صب اكس ايش بتساوي واف صب واي، مزبوط ولا لا؟ لان هذه المشتقه الاولى، بجيبش الثانيه الا اذا كانت عندي الاولى. الان بدي اشتق بالنسبه لاكس، بالنسبه لاكس هذا ايش مشتقتها؟ واحد في ثابت يبقى كوزاين واي، زائد اشتق بالنسبه لاكس الواي ثابت، الثابت بنزل وهذه مشتقتها نفسها، خلصنا؟ طيب اشتق بالنسبه لواي الان، الاكس ثابت بتنزل، الكوزاين سالب ساين واي، يبقى سالب اكس ساين واي، صح؟ زائد هذه ايش مشتقتها؟ واحد وهذه ثابت، يبقى زائد اي اس اكس، متفقين؟ لا خليك معي سيبك من الكتاب، لعل وعسى تستوعبي لك هذه. الان كمان مره بسيط الكلام، بدي اشتق هذا الكلام من قدامي بالنسبه لمين؟ لاكس. هذا تعني الان رقم واحد المشتقه الثانيه لاف بالنسبه لاكس، قلنا هذه تعني بارشيال على بارشيال اكس لبارشيال اف على بارشيال اكس. يعني بدي اروح للاف صب اكس اللي هي المشتقه الاولى بالنسبه لاكس واشتقها كمان مره بالنسبه لاكس. الان هذه ايش مشتقتها بالنسبه لاكس؟ صفر. هذه ثابت في اي اس اكس، واي اي اس اكس الثابت بنزل والاي اس اكس مشتقتها نفس. هذا مش حاصل ضرب القرنين، هذه كانها 5 واي، ايش مشتقتها؟ 5 بتنزل والواي مشتقتها الاي اس اكس ثابت، اي اس اكس ثابت. طب الاي اس اكس، اي اس اكس اي اس اكس هي اقتران في الاي اس اكس زيها زي الاكس تربيع، خلينا نجاوبها. اي اس اكس زيها زي الاكس تربيع، زيها زي ساين اكس. اي اقتران في اكس بحت يعتبر ثابت بالنسبه لواي. هذا اقتران في اكس فقط. اي اس اكس صح؟ الاي عدد 2، 2.7 من 10 تقريبا، مضبوط؟ صح؟ 2.718 الى اخره الاكسبوننشال. هذا عدد اقتران اس اكس. اوكي الان هاي المشتقه الثانيه خلصنا منها، مزبوط ولا في كلام؟ خلصنا. الان نروح للي بعدها،
ايش بده رقم 2؟ بارشل 2 اف على بارشل واي بارشل اكس. نجزئها. ايش تعني بارشل على مين الطارق؟ بارشل واي. لمين؟ لبارشل اف على بارشل اكس. يبقى بدوح لهذه واشتقى بالنسبه لواي تساوي هذه سالب ساين واي. خلصت هذه. ده اشتق بالنسبه لايش؟ يعني هذه ثابته بتنزل. الواي ايش مشتقتها؟ واحد يبقى زائد اي اس اكس. كلام لذيذ بسيط. كلام سهل. كلام سهل. طيب ضلك العب في الجوال تسالنيش ولا سؤال. وقد اعذر من رقم 2. رقم 3 بدنا نجيب بارشل 2 اف على بارشل واي تربيع. يعني بارشل على بارشل واي لمين؟ لاف صب واي او بارشل اف. بدنا ننوع بس في التعبيرات عشان نتعود عليها. بدي اروح لاف صب واي اشتقها بالنسبه لايش؟ لواي. هذه ثابت وهذه مشتقتها يبقى سالب اكس في كوزاين واي. والاي اس اكس اشتقها بالنسبه لواي مشتقتها صفر. خلصت؟ تمام. الان رقم 4 واخر مطلوب نعمله هنا. معلش هاي رقم 4. شوف 4 واي صارت. اوكي بدنا بارشل 2 اف على بارشل اكس بارشل واي. مين اللي طارق الان؟ لا اله الا الله لسه طلع عليها لقيها منتبه. بارشل اكس الحين اللي داخل عندنا بارشل اكس صح. يبقى بارشل على بارشل اكس لمين؟ لبارشل اف على بارشل واي. يبقى بدي اروح لهاد واشتقها بالنسبه لاكس. اشتقوا بالنسبه لاكس. هذه ثابت وهذه مشتقتها سالب واحد بهذا يبقى سالب ساين واي. واشتق بالنسبه لاكس زائد اي اس اكس. اطلعوا على هاد وهاد ايش الجوابين؟ بغض النظر عن الترتيب فبيطلع عن التنتين زي بعض. يعني هاد وهذه خلاص اللي هي عباره عن ايش؟ هذه هي اف في الاصل كانت بالنسبه لاكس وبعدين اجتها واي. لكن هذه كانت اف واي واجتها اكس. لقينا انه هذه بتساوي اف صب اكس واي. مظبوط. هذه اللي هي النظريه بعد مثال 7 بتلاقوها جاهزه. بس اهم حاجه زي ما قلنا الدقه في التعبير لما اكتب عنها. طيب طيب بعد النظري بيجينا مثال 8 اكزامبل. احنا بس عشان نتمكن يعني من هذا الموضوع بده بارشل 2 دبليو على بارشل اكس بارشل واي اف دبليو بتساوي اكس واي زائد اي اس واي على واي تربيع زائد واحد. طبعا لما بيجيني سؤال زي هيك في الامتحان انا حر اني اشتق بالنسبه لاكس في الاول او بالنسبه لواي في الاول. كيف بس؟ هو طالب هذا باجي بقول له مثلا طبعا هان هو بده اياني اشتق بالنسبه لواي وبعدين لاكس لانه انا عندي بارشل تربيع دبليو على بارشل اكس بارشل واي هي بارشل على بارشل اكس لا بارشل دبليو على بارشل واي. مزبوط. هيك اللي قال. فانا بقول له لا طب انا شايف اسهل لي لو عكست الترتيب. يعني مثلا عشان الفت نظركم هذا اقترن في واي فانا اشتقيت بالنسبه لاكس بطير. يعني انا في الاول بدل ما اعمل هيك لو جبت بارشل هنا بارشل واي بارشل اكس يعني انا في الاول اشتق الدبليو بالنسبه لاكس وبعدين اشتقها بالنسبه لواي بصير اسهل عندي كثير. صح. هو طالب هيك فانا باجي بقول له هذا بيساوي هذا وبمشي على هذا ومش انا ملزم في الكلام الاول. يعني واضح هذا اللي بدي اياه. لكن انا بدي احل الحلين وابين انه الحل الثاني بيكون اسهل لنا من الحل الثاني اسهل من الحل الاول. طبعا الحلين مكتوبات عندنا صح؟ مكتوبات عندنا في الكتاب. الان سوليوشن
الحل الأول لو أنا بدي أرد عليه أو أنا مش زيلان الفكرة أني بقدر أبدل أو ألعب في الترتيب، فبدي أقول له بارشال 2W على بارشال إكس بارشال واي. آه طب إحنا نجهز أيوة W. لو جهزنا W صب X بتصير قصة هنا. بدي أعملها مباشر وخلص، يعني بدي أجيب بارشال 2W على بارشال X بارشال Y اللي هي عبارة عن بارشال بارشال X لمين؟ لبارشال W على بارشال Y، صح؟ تساوي بارشال بارشال X، وافتح قوس واشتغل بدي اياه جوا القوس. هيك اريح. الان بدي اشتق اللي جوا بالنسبه لايش؟ لواي. هذه بالنسبه لواي اكس زائد اشتق هذا بالنسبه لواي مربع المقام. المقام ومشتقة البسط ناقص البسط ومشتقة المقام في 2 1، صحيح؟ الان قال لي تعال اشتق هذا بالنسبه لاكس، هلاقي هذا كله في واي، يبقى حيسوي لي 1 زائد 0 ويساوي 1. مش في مشكله، صح؟ هيك احسن حاجه. الان حل ثاني، هذا الاسهل، نشوف الثاني. بقول له بارشل 2W على بارشل اكس بارشل واي تساوي بارشل 2W على بارشل واي بارشل اكس. نظرية، صح؟ هذا عبارة عن بارشل على بارشل واي لمين؟ لبارشل دبليو على بارشل اكس. اشتق بالنسبة لاكس هذا صفر وبالنسبة لاكس هذا ثابت، يبقى واي تساوي بارشل على بارشل واي للواي ويساوي واحد. هاي الحل، هذا اللي اريح، صح؟ هذا هو اللي ابسط. هيك بكون خلصنا سكشن 14-3. هذا كلام بس الله يعافي، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، بس مش هل هي على طول ان شاء الله. لسه ما خلصناش، احنا عندنا كلام تابع لنفس الكلام، احنا ضل عندنا نص ساعة بس، صح؟ اوكي. سكشن 14-4 ذا تشين رول، قاعدة السلسلة. قاعدة السلسلة، في عندنا نظرية بتقول نمسح اللوح قبل. أربعة شابتر 15، هنأخذ منه 15-3 و15-5 بس، و14-7 بدناش إياه كمان، مش هنأخذ، مش بدناش إياه، مش هنأخذ. طب التشين رول، خلوكم معي. الان في عندنا نظريه بتقول لو كانت W هي f of x y، حيث الاكس هي اقتران في t والواي هي اقتران في t. W اقتران في الاكس والواي، والاكس اقتران في t والواي اقتران في t، فطبيعه تصير W اقتران في t طريق غير مباشر، قاعدة السلسلة، صح؟ نعم. زي ما كان يقول لك، إذا بتتذكروا كان يقول لك قاف س، قاف س تساوي س تربيع ناقص 3 كله تربيع زائد 5 مثلا. روح نفرض عين بتساوي س تربيع ناقص 3، أصبحت قاف س هي عبارة عن عين تربيع زائد 5، صارت اقتران في عين، صح؟ القاف اقتران في عين تجاوزا، معلش، اقتران في عين والعين اقتران في سين. على الفرض كنا نستخدمه في الفرض هذا الكلام. ايوه قاعده السلسله، احنا على شيء نقول. الان اللي بدي اقوله الاف اقتران في الاكس والواي، والاكس اقتران في تي والواي اقتران في تي، فاصبحت كانه الاكس والواي هن متغيرين وسيطين ما بين الدبليو والتي، صح؟ متغيرين وسيطة. احرق الاشكال اللي قدامي موجوده، يعني مش ضروري تكفي وقتها قبل ما احكي النظريه ايش بتقول. الان الدبليو
الدبليو هي اقتران في اكس او اقتران في واي صح؟ الان لما بدي اشتق الدبليو ايش معمل اي اشتقاق؟ لازم احدد هل اشتق بالنسبه لاكس ولا اشتق بالنسبه لواي؟ فاشتقاق الدبليو هي اما بارشال دبليو على بارشال اكس او بارشال دبليو على بارشال واي، لازم احدد. الان الاكس هي اقتران في تي والواي اقتران في تي. الان لما بدي اشتق الاكس ما فيش الاكس الها حالين، يعني الاكس متغير فيه متغير واحد فقط صح؟ فلما بدي اشتق الاكس هشتقها بالنسبه لتي تنكتب دي اكس على دي تي. وقت ايش بنستخدم البارشال؟ لما يكون انا محتار اشتق بالنسبه لهذا ولا اشتق بالنسبه لهذا، او هذه اقتران في متغيرين صح، لكن هذا اقتران في متغير واحد. كذلك الواي هي دي واي على دي تي. فلما بدي اشتق الدبليو بالنسبه لتي لازم امشي المسارين، المسار من خلال اكس والمسار من خلال واي. فبتيجي النظريه بتقول لي اذا كانت الدبليو هي اقتران في اكس والواي وكل من الاكس والواي هنا اقترانات في تي، فان دي دبليو على دي تي دي، لانه الاكس والواي وسيطين وانا بدي اصل من الدبليو للتي مباشره، لكن حسبك مين؟ المسارين هذول تمام كده دي، لانه في متغير واحد. هنا ليش كتبت الاكس في متغير واحد؟ ليش كتبت دي اكس على دي تي؟ لانه اكس اقتران في متغير واحد. هنا فعليا ايش اقول لك؟ خذ هالمثال البسيط. الان لو كانت الدبليو بتساوي اكس زائد 3 واي، الاكس عباره عن كوزاين واي كوزاين تي معلش، والواي هي ساين تي مثلا. الان الدبليو ايش صارت؟ عوضه عن اكس كوزاين تي زائد 3 ساين تي. الان لما تشتق الدبليو، الدبليو اقتران في التي فقط، فبقول الدي دبليو على دي تي. هذول متغيرات وسيطيه، واسط خير بس بتادي دورها، بتوصل الدبليو للتي وبتسحب حالها وبتروح تمام. وبالتالي باخذ دي دبليو على دي تي. فعليا الدبليو اقتران في التي مباشره لحال. الحين بنشوف، الحين بصير التفريق عندنا اوضح لما ناخذ انه الاكس كمان في متغيرين والواي في متغيرين اللي هن الاقترانات الوسيطه. بدناش نحرق الكلام كله. فالان دي دبليو على دي تي لازم تاخذ المسارين، المسار من خلال اكس زائد المسار من خلال واي. من خلال اكس هتكون بارشال دبليو على بارشال اكس في دي اكس على دي تي، كان اشتقيت اللي برا. طبعا هذا تعني بارشال اف على بارشال اكس، مشتقه اللي برا واللي جوا زي ما هو مشتقه اللي جوا. انا اشتق اللي جوا بالنسبه لايش؟ لاكس. بالنسبه اشتق الاكس اللي جوا، الواي ما هي ثابته، اشتق الاكس. طب الاكس اشتق بالنسبه لايش؟ لتي. ففي زي قاعده سلسله او تركيب اقترناها، اشتقت اللي برا ومشتقت اللي جوا زائد بارشال دبليو على بارشال واي في دي واي على دي تي. عشان هيك اللي عندها مشكله في كتابه البارشال تاخذ بالها، لو كتبت الثنتين دي دي بحط غلط وما بكملش قرايه، بقراش الحل ماشي، لازم اكتب بارشال جزئي. تعمليها دي هيك لطش او هيك، هي ست مدلوب هيك، الست هي ست هيك ولا حد ولا حد. اعمل دي هيك امشي امشي اوكي. فخلاص هيك النظريه بنقول. يبقى لما بتكون الدبليو اقتران في التي، لو رسمت الرسمه هذه انا بحل السؤال مباشره. الدبليو بدها تروح للتي، طب بدها تروح لها من طريق اكس ولا من طريق واي؟ يبقى هي فيها بارشال. بنقول بدها التنتين. افرض الدبليو في ثلاث متغيرات اكس وواي وزد، هعمل كمان فرع وتكون هاي الزد والزد في مين؟ في التي. يبقى هذا يصير بارشال دبليو على بارشال زد في دي زد على دي تمام؟ هذا كلام برضو جاي معنا اللي قلته، كله كلام بسيط جدا. نشوف طبعا بتكون التي هي المتغير المستقل الوحيد في العمليه كلها، والدبليو هو المتغير التابع، والاكس والواي
intermediate variable بسموه متغير وسيط intermediate وسيط بين الاثنين فاعل خير زي ما بنقول نشوف example واحد أشيل أمسح خلاص هي الرسمة هذه بتسد كل حد لو رسمنا الرسمة هاد موجود عندنا ومرسوم كل Example 1 use the chain rule to find the derivative of W هذا example 1 W بتساوي X في Y حيث where X بتساوي cosine T والY بتساوي sin T عند خلينا نقول at T بتساوي باي على حاجة صغيرة بس أقول لكم إياها لفتت نظري وتلفت نظركم كنت انتبهوا لها أيام ما كنت أجيب لكم للصفر واثنين باي والباي على اثنين والباي الزوج المرتب مش كنا نقول هنا إكس بصفر وواي بواحد هنا كوزاين وهنا ساين دائما الساين للواي طلعوا الساين للواي والكوزاين للإكس هتلاقوا أكثر من مثال أو أكثر من تمرين بيمشي بالكلام تمام هذا له اهميه طبعا او له موضوع على دائره الوحده ما علينا ما مش نخش في كلام جانبي كثير بس تاخذوا بالكم من هذا الكلام طيب ايش بده ايش بده تو فايند ذا ديريفاتيف اشتق بده دي دبليو على دي تي عند T بتساوي باي اتنين ايش بتساوي صح؟ هيك السؤال يبقى السوليوشن حيكون عندي بارشال دبليو اسف دي دبليو دي دبليو على دي تي بتساوي بارشال دبليو على بارشال اكس او لو قلنا هيك مش الحال صح؟ في دي تي على دي اكس زائد بارشال دبليو على بارشال واي في دي واي على دي تي تساوي دي اكس على دي تي دي اكس يعني هناك زبطت وهنا لا ما علينا ما هو الواحد بيقول كلام والايد بتكتب يعني مستقله احيانا اشتق الدبليو بالنسبه لاكس هذه مستقله واحد هذه واي في دي اكس على دي تي في سالب ساين تي صح زائد بارشل اشتق بالنسبة لواي اكس في كوزاين تي صح؟ نعوض عن واي ممكن نعوض عن واي واي اصلا ايش؟ ساين يبقى بتساوي عندي سالب ساين تربيع تي كوزاين تربيع تي ممكن اقول هذا عبارة عن كوزاين تربيع تي ناقص ساين تربيع تي صحيح بيساوي كوزاين 2 تي صح هذا من المطابقات افرضوا بديش اكتبها وجيت اشتغلت هنا عادي جدا فيش مشكله ما فيش داعي اكتبها بالصيغه المختصره يعني انا الان على قدها طبعا هذه التكمله محلوله عندكم انا بدي احلها بدونها لو حليت بدونها ايش اقول اذا اعملها هنا معلش بار دي دبليو عادي عادي تي عند تي بتساوي باي على 2 اقول تساوي عوضها كوزاين تربيع تي اللي هي الباي على 2 كله تربيع مش هيك تعني هاي معنى كوزاين تربيع يعني الكوزاين باي كله تربيع ناقص ساين باي على 2 الكل تربيع تساوي 0 ناقص 1 تربيع بيساوي سالب وش الجواب عندكم الجواب النهائي بيطلع سالب 1 يعني ما فيش داعي قصدي اكتبها كوزاين 2 تي ما فيش داعي لو عملت هيك برضه مش الحال لو اشتغلت على هيك حاجه اقول دي دبليو على دي تي عند تي بتساوي باي على 2 تساوي كوزاين 2 في باي على 2 بتروح هاد مع هاد بصير كوزاين الباي وتساوي سالب 1 الاثنين بعطيني نفس الجواب عادي ما فيش داعي للتعقيد يمكن انا مش حافظها ممكن اشتغل عليها طيب كيف
احنا بدنا نشتغل على الاشتقاق الجزئي، بدنا نطبق النظريات. ماشي؟ بنفع يعني الواحد لو ناسي الفكره بيمشي الحال. functions of three variables، functions of three variables هذه اللي قلتها الان لكم، لو كانت في اكس واي وزد، اكس واي وزد هتصير دي دبليو عادي تي لها فرع من عن طريق اكس، فرع عن طريق واي، وفرع عن طريق زد، وبجمعهم الثلاثه مع بعض. هاي النظريه مكتوبه عندكم، بس ناخذ احنا الان مثال عليها. طبعا المخطط تبعنا هو اللي بسد عنا عن النظريه، او بلخص لنا بالاصح النظريه، فيش حاجه بسد عن النظريه. نعمل المخطط ولا خلاص؟ W عن طريق X Y Z، هاي X Y Z، هذا اقتران في T، هذا اقتران في T، هذا اقتران في T. فالW لما تروح على T بدها تروح من ثلاث مسارات، بارشل دبليو على بارشل اكس، بارشل دبليو على بارشل واي، بارشل دبليو على بارشل زد. دي اكس على دي تي، دي واي على دي تي، دي زد على دي تي. هاد هاد زائد هاد زائد هاد. طبعا كل فرع مضروب في بعض، هذا مضروب في هذا، وهذا مضروب في هذا، وهذا مضروب في هذا. ها؟ هل هين لسه ما قلناهوش؟ هذا لسه ما قلناهوش، احنا خليك واحده واحده، استعجلوش. تعطيكم شابتر 15 5 وخلص على طول بالاخر على طول، فواحده واحده كله بيجي بالتدريج. نشوف المثال ايش بقول. طيب خلصنا، شفناها هذه، وين ضحنا؟ احنا الحين في 9 في الصفحه عندي، قصد 9. اكزامبل بقول لي فايند الاكزامبل 2، بقول لي فايند دي دبليو على دي تي اذا كانت الاكس، اسف، الدبليو بتساوي اكس واي زائد زد، حيث الاكس كوزاين تي، الواي ساين تي، لاحظوا نفس الكلام زي ما قلنا الكوزاين والساين، والزد بتساوي تي. دائما بحط الزد اقتران عادي زي كثير الحدود، عاده مش دائما، مش ضروري اقول دائما، بده دي دبليو على دي تي عند تي بتساوي صفر، هيك قال. يبقى احنا بدنا نجيب القاعده مباشره، السوليوشن دي دبليو على دي تي بيساوي بارشال دبليو، هاي المسارات الثلاثه، بارشال اكس في دي اكس زائد بارشل دبليو على بارشل واي في دي واي على دي تي، زائد بارشل دبليو على بارشل زد في دي زد على دي تي. تمام؟ طيب الا اشتقي لي هذه بالنسبه، وينها؟ اشتقي لي هذه بالنسبه لاكس، هذا اشتقي بالنسبه لاكس. هقول بارشل دبليو على بارشل، مش هقول دي دبليو على دي اكس، بارشل دبليو على بارشل اكس، لانه اشتقاق جزئي، لانه الاكس والواي والزد متغيرات مستقله. قولي بس، لانه الزد ثابت بتروح، والاكس مشتقتها واحد والثابت بنزل، يبقى هذا حتسوي لي، يبقى هان هذه اشتقاق بالنسبه لاكس واي، في دي اكس على دي تي هيها اشتقوها بالنسبه لتي في سالب ساين تي، خلصنا منها. زائد اشتاق هذا بالنسبه لواي اكس، هذه صفر وهذه واحد، في اكس يبقى اكس، ومشتقه الواي بالنسبه في كوزاين تي، زائد اشتاق بالنسبه لزد صفر واحد يبقى واحد، واحد في اشتاقه هذه في واحد، اشتاقها بالنسبه لتي واحد. طيب هاي الدي دبليو على دي تي، اعوض عن الواي والاكس، يبقى بتساوي لي الواي يبقى سالب ساين تربيع تي زائد كوزاين تربيع تي زائد واحد. اذا دي دبليو على طول، دي دبليو على دي تي عند تي بتساوي صفر، هذه ممكن اكتبها كوزاين 2 تي، بمشي الحال، تساوي ساين الصفر عادي. جدا طبعا. صحيح، انا عملت هيك، بنفع جدا. تمام،
ما دام نكتب صح يعني الواحد احط راح ساين تربيع كوزاين تربيع تروح ساين تربيع مع ساين تربيع يصير 2 كوزاين تربيع و2 في 1 بيطلع 2 اوكي هنا بصير عباره عن ايش اسمعوا بديش نحطها كوزاين 2 تي زائد 1 اريح لي يا شيخ اريح بلاش كلام فاضي بصير عندي كوزاين الصفر زائد 1 وخلاص تساوي 1 زائد 1 تساوي 2 اريح اريح صحيح شو احسن كله صح كله كويس هي 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 بدي اكتب عن هذه 1 الكل تربيع وهذه 0 الكل تربيع كله صح فاهمين انتم عارفين الحل الثاني هاي المهم هاي مش مهم ايش اكتب انا مش مهم ايش اكتب المهم انتم ايش فاهمين طيب هاي بدك تشوفيها الحين تافه جدا هذا الكلام كلام بسيط جدا اللي هي the chain rule for two independent variables and three intermediate variables كمان مرة يعني الآن بده يكون عندي the chain rule على لو كانت ال W اقتران في X وفي Y نقولها زد بالمرة خلينا نأخذها لواي في الأول وبعدين بنحط زد في الآخر بعدين الآن الـ W هي اقتران في كل من X و Y لو كانت الـ X زي ما أقول 3 R تربيع زائد S تكعيب اقتران في R وفي S والـ Y اقتران في R و S الآن بدي أشتق الـ W أنا كانت قبل شوية كانت عندي T واحد فأقول الـ W عادي T الآن بدي أشتق الـ W بالنسبة لمين؟ لـ R و L S هذول مشتقات وسيطة أسف متغيرات وسيطية وسط خير لكن الآن لما نشتق هذا بالنسبة لمين؟ لأر ولا لأس؟ مدام احترت يبقى بستخدم البارشل مش هكتب دي دبليو عدي تي هناك كانت تي واحدة فكتبت دي دبليو عدي تي لكن الآن عندي خيارين يبقى أنا مضطر أشتغل على إيش؟ بارشل فباجي بقول بارشل دبليو على بارشل آر لحالها بتسلك كل المسارات اللي بتوصلني لآر يبقى هاي مسار وهاي مسار واجمعهم مع بعض صح ولا لا بعدين هذيك خلينا احنا في الآر هتساوي بارشل دبليو ما دامها محتاره بارشل دبليو على بارشل اكس في بارشل اكس على بارشل آر زائد بارشل دبليو على بارشل واي في بارشل واي على بارشل تمام سهل كده صح بسيط جدا كويس بس هو السؤال بيطلبش التنتين بارشل دبليو بارشل ار بيقول ليش يعني لازم يجيب واحده هيك او واحده هيك لكن لو قال لي بارشل دبليو بارشل ماشي ما عليه لما يعطيني تجزيء بشتق وبعدين بفرجها الله يعني لو قال لي كمان بارشل اس هان بنروح على المشتق الثاني واحنا عرفنا كيف نفك وكيف نرتبها بعمل حاجة برا مثلاً واللي جوا بكون أنا محضره من أول مظبوط هذا بقدر أجيبه الآن بارشيال دبليو على بارشيال أس حمشي على المسار هاد هان وهاد هيك يبقى هتكون عبارة عن بارشيال دبليو على بارشيال إكس في بارشيال إكس على بارشيال أس زائد بارشيال دبليو على بارشيال واي في بارشيال واي على بارشيال أس تمام الكلام كله بسيط لا لا ما نخافش من المنظر اعمل اللي طلع ايش ما يطلع عندي واشتاقه بالنسبه لي مش هنجيب زيك بس يعني فيما لو بدي اشتغل واحده واحده وبالراحه وبجيبها فيش مشكله ما دام عندي قواعد وقوانين بنقدر نجيب كل حاجه ان شاء الله طيب ناخذ مثال على هذا الكلام نشوف use the chain rule to find partial w على partial r and partial w على partial s example 3 بده partial w على partial r بارشل دبليو على بارشل اس حيث
in terms of بدلالة R و S. W بتساوي X زائد 2Y زائد Z تربيع حيث X هي R على S Y هي R تربيع زائد لين S Z تساوي 2R. طيب أنا وأنا بحل في هذا الكلام ما كنت شايف الزائد، كنت كتبها R تربيع في لين S، فيمكن لو صورت لك ورقة هتلاقوا فيه شوية تشطيب، فممكن أحطها بدل زائد أحطها ضرب، صح؟ عاد فيش مشكلة بتصير لما اشتق بالنسبة ل R هذا ثابت بنزل وهذا 2 R، لو بتشتق بالنسبة ل R ل S هذا ثابت بنزل في واحد على S وخلاص، صح؟ كلام بسيط فيش مشكلة. فإحنا الآن بدنا نجيب بارشل هالحين السوليوشن واحد بدنا بارشل W على بارشل R. لو رسمت المخطط لحالي ما بضرش، انا عندي اكس واي وزد، صح؟ اكس واي زد، وهنا في عندي ار واس، هذه بتروح لار واس، هذه بتروح لار واس، وهذه بتروح لار واس. الرسمه بسيطه ولا لا؟ سهل جدا الكلام، وبقدر. وهنا الدبليو، الرسم بيقول لي ايش اعمل بالضبط، اكتب بارشل ولا اكتب بي ولا لا؟ بالضبط. يعني لو هذه كمان طلعت تي، بقول دي دبليو على دي تي بتصير بارشل دبليو بارشل اكس، فبارشل اكس بارشل ار في دي ار دي تي، صح؟ صار المنطق معروف عندنا، يعني صار كان الموضوع قديم الان ولا لا؟ الان بدي اشتق بالنسبه لار، بارشل دبليو على بارشل اكس في بارشل اكس على بارشل ار زائد بارشل دبليو على بارشل واي في بارشل واي على بارشل R زائد بارشل W على بارشل Z في بارشل Z على بارشل R. طبعا هنا انا عندي الزد ملهاش في الاس، ممكن لو كتب حدا دي زد على دي ار بنشلها لو كتب، لكن احنا خليها على القاعده وخلص بنشلها. الان بيساوي الان اشتق وين ها اشتق هذا بالنسبه لايش؟ لاكس. هذول الثوابت هذه واحد، يبقى واحد في مشتق الاكس بالنسبة لآر. هذه عبارة عن كأني أيوة زي ما أقول اكس على خمسة، عبارة عن خمس اكس، صح؟ يبقى واحد على اس، لأن هذا عبارة عن آر في واحد على اس، هذا ثابت تنزل وهذا مشتقتها واحد، صح؟ تمام، واحد على اس. زائد اشتاق بالنسبة لواي اثنين في اشتاق بالنسبة لآر اثنين آر، هذه صفر في 2 ار زائد اشتق بالنسبه لزد 2 زد في مشتقه الزد بالنسبه لار في 2، يبقى هتساوي 1 على اس زائد 4 ار بهمش زائد 4 زد 4 في 2 ار، صح؟ بصير 8 ار و4 ار 12 ار، بنساوي 1 على اس زائد 12. كلام بسيط ولا لا؟ كويس؟ لا ضل خمس دقائق انت يعني وقفت على هذه معلش 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 انا قلت لكم مفاجاه، يعني كيف نجيب اللي هي الاشتقاق الامبليسيت ديفرنسيشن هو الاقتران الاشتقاق الضمني بطريقه سهله، هل أسهل لنا من تبعت زمان؟ لا لا لا. وعلى فكرة أنا ما قلتهاش للطلاب، بس أقول لكم إياها عشان بدي أرجع أقولها للطلاب، لأنها كويسة، لازم نستفيد إحنا. والله ما فيش حاجة جديدة، يعني كله من أول ما بدينا. كيف أشتق بالنسبة لإكس؟ كيف أشتق بالنسبة لواي؟ هذه ثابت وهذه خلصت، بنعيد وبنزيد في نفس الكلام، وممكن نطوره لا متغيرين ثلاثة، هاي اللي بنحكيه. ما فيش مين تقول لي شغلت مخ وقعدت تفكر وتعصر في مخها لما تجيب حل السؤال؟ ولا سؤال مرة أنا زي هيك، صح؟ يا ما فيش إجهاد عقلي. أنا أكثر واحد بحكي وأنا اللي واقف، صح؟ أنا المفروض أقول معي أنا فيش أبدا خلاص والباقي عندكم مظبوط.
خلص الباقي عندك نفس الشيء. الان في 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 قاعده في قاعده بتقول نوت عندكم مش عارف صفحه قديش احنا في 14 4 160 بالضبط. هذه النوت الرسمه تبعتها بتوضح لي كل حاجه. الرسمه شايفين ايش بتقول؟ اذا كانت W هي اقتران في اكس والاكس هي اقتران في اس و ار، يعني W اقتران في اكس فقط والاكس هي اقتران في ار وفي اس. الان لما اشتق W اشتق بالنسبه لايش؟ لار ولا لاس؟ هذه وسيط، هذا متغير وسيط، يبقى هستخدم ما دام انا متشتت هستخدم البارش يعني صح. بقدرش اقول دي، بقدرش اقول دي دبليو على دي ار، غلط صح. يبقى انا بدي اقول بارشال دبليو على بارشال ار، لكن لما بدي اجيبها بدي اجيبها من خلال هذا المسار هيك، هذا دي دبليو على دي اكس، ما فيش فيها حيره. يبقى عباره عن دي دبليو على دي اكس في بارشال اكس على بارشال ار صح. ولو بدي بارشال دبليو على بارشال اس بتساوي دي دبليو على دي اكس في بارشال اكس. والحل بسيط وعليها مثال بسيط. الان بس بدي اعطيكم انا اللي هي اخر جزء اللي هي امبليسيت ديفرنشيشن، الاشتقاق الجزئي. بدي اعطيكم اياها في صوره النظريه واقول لكم اياها كيف بنجيبها بسهوله. خلص هذه هي النوت هذه والمثال تبعها مباشر جدا. صفحه 160 شوفوا النظرية إيش بتقول. النظرية بتقول suppose that، نظرية تاعت المسد، suppose that f of x و y، هذه theorem، f of x و y differentiable، قابلة للاشتقاق، and equation f sub x و y تساوي صفر، تعرف لو هذه العلاقة defines y as a function of x، بتعرف y كاقتران في x تمام، او differentiable function of x، defines y as a differentiable function of x، ايوه معرف. فان دي واي على دي اكس بتساوي سالب اف صب اكس على اف صب واي مباشره. ايش يعني؟ بالمثال يتضح المقال زي ما نقول تمام. ناخذ المثال، بقول المثال لو كانت واي تربيع ناقص اكس تربيع ناقص ساين اكس واي تساوي صفر، فايند دي واي على دي اكس. هذا اللي احنا كنا ناخذه الاشتقاق الضمني تمام. لا هذا شيء معنى دائما واحد او سالب واحد دائما صح. هم هذاك انسى ايوه. الان شوف ايش بقول لي، اذا كانت هذا اقتران قابل للاشتقاق والمعادلة هذه f sub x y تساوي صفر، تعرف y كذا، ما دام هذا يساوي صفر بقدر اخذ هذه واسميها f capital، اصبحت f capital تساوي f capital of x و y تساوي صفر عن النظرية، وبالتالي بقدر اخذ النتيجة تبعت النظرية كمان مرة. هاي علاقة بتساوي صفر، بقول له let f of x و y تساوي y تربيع ناقص x تربيع ناقص sin x y. أخذت الطرف هذا وسميته f sub x y. الآن هذه العلاقة أو هذه المساواة بتعرف لي y كاقتران ضمني في x، أوجد dy على dx. إيش يعني؟ يعني إيش معنى هذه أخذتها بتساوي ال f sub f x y؟ عشانها بتساوي صفر عشان آخذ شرط النظرية. وبالتالي لو أجاني السؤال بقول لي x تربيع ناقص 3xy زائد 4y تساوي sin x مثلا،
باخذ الساين اكس هان بصير اكس تربيع ناقص 3 اكس واي زائد 4 واي ناقص ساين اكس تساوي 0. باخذ هذا وبسميه اف اوف اكس واي، اصبحت اف اكس واي تساوي 0. اذا مباشره دي واي على دي اكس بتساوي سالب اف صب اكس على اف صب واي، شرط اف صب واي لا تساوي الصفر. هذا طبعا الشرط عندنا اف صب واي لا تساوي الصفر. اشوف هذا الاقتران، طبعا عشان اجيب دي واي على دي اكس ايش بدي اعمل؟ اشتق هذا 2 واي في دي واي على دي اكس تبع زمان، هذه ناقص 2 اكس، طبعا هل الاشتقاق بالنسبه لاكس؟ هذه مشتقه اللي برا واللي جوا زي ما هو، في مره في اكس حصل ضرب اقترانين قصه هالقد، وبعدين اخذ دي واي على دي اكس عامل مشترك، صح؟ نقعد ساعه فيها. ايش النظريه الان قالت لي؟ قالت بعد ما جبنا ال f x y تساوي كذا وقلنا له and f of x y تساوي صفر، بقدر أطبق النظرية. الآن بدي أجيب نعملها هذا f sub x إيش بتساوي؟ 2 x اشتقوا بالنسبة ل x سالب 2 x السالب بنزل، هذه مشتقتها كوزاين x y سالب كوزاين اكس واي، ومشتقة اللي جوا واي، تمام؟ هذه هيك. الان اف صب واي هشتق الان، واضحه هذه سهله بتجيبوها يعني حتى لو حدا مخه صراحه. الان هذه بدي اشتقها بالنسبه لواي 2 واي وهذه صفر، يبقى 2 واي ناقص اكس كوزاين اكس واي، تمام؟ اذا دي واي على دي اكس تساوي مباشره سالب اف صب اكس على اف صب واي، هاي السالب وهاي هذه سالب 2 اكس اللي عند بيقول لي كيف الحين بس اخلص تسالني على 2 واي ناقص اكس كوزاين اكس واي. دخل السالب على البسط بصير عندي ايش؟ بصير 2 اكس زائد واي كوزاين اكس واي على 2 واي ناقص اكس كوزاين اكس واي، وهو المطلوب. هذا اسهلنا كثير من العلم تبع زمان، كثير اسهل ولا لا؟ يعني لو حاولته هذا تمسكيه بتعملي حل هالقد وانت بتاخذ عامل مشترك، فهذه مباشره بيطلع عندي بهذا السؤال.